ليك يا محسن، فاكر نفسك هتقدر تخلفنا وانا معايا مسدس الكتيت؟ المسدس الكتيت بتاعك يا عقلينهم او قلبك ومفكر انك هتعرف تغلب محسي؟ ماشي انا هوليك ولا واحد بكم النهارده غلقان ميه. يلا يا محسن جاهز؟ جاهز يا عقلينه وهوليك. واحد اتنين تلاتة. ازازة المية بتاعتي خلصت ومعادش معايا مية. ها معادش معاك مية يالا يا محسن، وانا مسدسي لسه مليان. ها نفسك في حاجة بقى؟ خلاص يالا عبقلينه خلاص، انت اللي كسبت. ما انا عارف ان انا اللي كسبت، بس انت فاكر ان انا هسيبها تعدي بالسهل كده؟ انت هتعمل ايه يالا عبقلينه؟ هروحك بيتكو غلقان، تعالالي. حجز هيكون باسمه ماجد ان شاء الله. تمام بس مش هوصيكوا على الاكل بقى، اعملوا احسن حاجه واهتموا بالمشويات. انت بتكلم مين كده يا حاج؟ عامل لكم مفاجاه بقى. مفاجاه ايه دي يا حاج؟ عارفه الخيمه بتاعت رمضان اللي انت شفتها على النت وقلت لي ان انت نفسك تفطري فيها؟ ايوه يا حاج فاكراها، دي طالعه من عيني من يومها والله. مالها؟ جبت رقمهم من على النت دلوقتي وكلمتهم وحجزت لنا فيها وهنفطر هناك النهارده ان شاء الله. انت بتتكلم بجد يا حاج ولا ده حركه من حركاتك؟ وانا ههزر ليه وليه؟ ما انا كنت لسه بكلمهم قدامك وقافل معاهم دلوقتي اهو. روح ربنا يخليك لنا يا حاج. يلا جهزي نفسك انت والواد ماجد وعبقرينه عشان ما عادش فاضل غير 3 ساعات على المغرب عشان نلحق نروح، ده لسه مشوار. حاضر يا حاج، بس هو انت عارف مكان الخيمه دي يا حاج؟ لا مش عارف، بس هم حضرت المكان قالوا لي ان هم هيبعتوا لي اللوكيشن على الواتساب. هنمشي بقى على الجي بي اس. ماشي يا حاج. واد يا عماد، انت يا عماد تعالوا ورايا، تعالوا هما في البيت اللي هناك ده، تعالوا بس ورايا. انت يا عماد، انت يا سيف. يوه هو ده وقتك بس يا ماما؟ حاضر جاي اهو. نعم يا ماما. تعالى يا ماجد يلا انزل انت، اخوك عبقرينه من تحت من الشارع بسرعه. ما تسيبيه يلعب يا ماما، لسه بدري على المغرب، هيطلع يقعد يقرف فينا من دلوقتي ليه؟ لا ما احنا مش هنفطر هنا النهارده يعني. امال هنفطر فين يا ماما؟ ابوك عازمنا في الخيمه الرمضانيه، هنروح نفطر هناك. بجد يا بابا؟ ايوه بجد، يلا انزل هات اخوك عبقرينه من تحت، عمال ادخل اصلي العصر عشان ما صليتوش عشان نمشي على طول. حاضر يا بابا. طيب والسلع عملوا فاطم النهارده كده، لا مفيش اي حد من العيال بيلعب في السالة. يا ليتني ما غلقت الولا محسن وسبته يلوح، هو كان قاعد مسليني، وكمان الجو حلو قوي النهارده وانا صايم ونفسي اصحى. يلا يا لعب كورونا قوم تعالى قدام على الباب. انت مالك انت يا ماجد يا اخوي؟ انا مستأذن من ماما الصبح، انا نازل وقال لها اني نازل العب. انا عاوز منك ايه يعني يا لعب كورونا؟ امك هي اللي عايزاك، يلا امشي اطلع. طب ما قالت لك ساعه وثاني في اماكن يا اخويا؟ قالت لي بس مش هقول لك عشان انت عيل تاني. خلاص والله يا اماكن يا اخويا ما حدش هيعمل حاجه تانيه، بس والنبي قول لي. ابوك عازمنا في خيمه رمضان النهارده، يلا تعالى اطلع عشان تغير هدومك عشان نمشي. انت بتتكلم بجد يا اماكن يا اخويا؟ اسمع يلا بينا. يلا يا ماجد انت وعبقرين، ابوك بقى له ساعه مستنينا تحت. يا ماما ما بيبقاش طايق نفسه وهو صايم، مش ناقص هيعاكمن علينا في يوم زي ده. انا جاهز يا ماما. وانا كمان خلصت وجاهز. ماشي تعالوا ورايا يلا. توكلنا على الله. خدي يا حاج شغلي انت بقى اللوكيشن على التليفون عشان انا اعرف اركز في الطريق. حاضر يا حاج يلا بينا.
ايه ده؟ في ايه؟ في ايه يا بابا؟ وقفت ليه؟ مش انا اللي وقفت، العربية هي اللي وقفت. يا نهار اسود، عطلت ولا ايه؟ شكلها كده. انت لسه قدها عندك على اللوكيشن في التليفون وناصر؟ فاضل 5 كيلو يا حاج. يا نهار اسود، ده كتير قوي. طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ تعالوا كده انزلوا معايا اما نشوف العربية دي عطلت مالها. العربية بتولع ولا ايه؟ لا ما بتولعش، اطمنوا. بس لو كنا مشينا بقى دقيقة كمان كانت ولعت بينا كلنا. لا يا باب، هي العربية حصل لها ايه؟ المية بتاعت العربية خلصت ومسكت حرارة وكانت هتولع بينا كلنا. طب الحل ايه دلوقتي يا باب؟ ده حتى المكان ده شكله مقطوع، احنا هنفضل هنا ولا ايه؟ ده حتى مفيش ميكانيكي نجيبه يصلح لنا العربية. هي مش محتاجة ميكانيكي ولا حاجة، هي بس عاوزة يتحط لها مية. روح يلا يا عبقرين، افتح شنطة العربية هات منها مية وتعالى نحط العربية مية. حاضر يا باب. ايه ده؟ ما فيهاش ميه خالص. يلا يلا يا عبقري نخلص، بتعمل عندك ايه كل ده؟ ازازة الميه طلعت فاضية خالص يا بابا، ما فيهاش أي مية. يا دي النيلة السود، هو الموضوع ماله عمال يتعقد كده ليه؟ أنت هتفضلوا واقفين قدامي كده كتير، ما تغور يا عم أنت. هو يلا تشوفوا ازازة الميه دي منقولنا من أي حتة؟ نملاها من أي حتة فين بس يا بابا؟ في المكان المقطوع ده، هو إحنا نعرف أي حاجة هنا؟ وأنا يعني اللي أعرف، ما تتصرف يلا أنت وهو. حاتل يا بابا حاتل. تعال يا مكت يا اخويا يلا. وديني جيت معاك اهو يا عبقرون الزفت انت، وريني بقى هنملى ازازه المايه دي منين في الحته المقطوعه دي. بس عارف يا ماكيت يا اخوي، ما احنا عمالين تطول اهو، وبعدين انت بتتعصب عليا. لا هو بابا هيتعصب عليك وانت هتعصب عليا. طب روح دور انت بقى على ميه لوحدك وهات وتعال، ولما تبقى تلاقي بقى تعال، انا قاعد هنا اهو. يا ماكيت يا اخوي، بابا قال لنا طول انتوا الاثنين، تعالى معايا عشان خايف اطول لوحدي. والله ما انا جاي معاك في حته، لكن الجو حر اصلا وانا مش طايق نفسي وصايف وعاوز اشرب. يلا يا عبقري نمشي. ماشي يا مكت يا اخوي. يا العيال دي اتاخرت كده ليه؟ سلام عليكم. ايوه عليكم السلام. واقف بتعمل ايه هنا يا حاج؟ وايه اللي دخلكم من الطريق ده اصلا؟ انا مش واقف بمزاجي، احنا كنا رايحين الخيمة بتاعت رمضان اللي قدام هنا في المنطقة، بس العربية عطلت وعملتها معايا. عطلت؟ يبقى اكيد هم اللي عطلوها. انتوا ايه اللي دخلكم من الطريق ده اصلا؟ ليه ما مشيتوش من الطريق التاني؟ ما احنا ما نعرفش، هو اللوكيشن بتاع التليفون اللي مشانا من هنا. وبعدين هو ماله يعني الطريق ده؟ ومين اللي انت بتقول ان هم عطلوا العربية ده؟ انا ما اقدرش اتكلم ليأذوني. كل اللي اقدر اقوله لكم، اهل البلد ما بيجربوش من المنطقه دي نهائي، ومسميينها غابه الموت بسبب البيت اللي هناك ده. ايه البيت ده؟ هو شكله عامل كده ليه؟ ده البيت اللي المنطقه دي اتسمت بسببه غابه الموت. البيت ده كان بتاع راجل غني قوي قوي قوي، لحد ما جه في يوم وقتل مرته وبناته الاثنين، ومن يومها وارواحهم بتطارد اي حد يعدي من المنطقه دي وتاخده تخلص عليه، علشان كده اتسمى بغابه الموت. نهار اسود، مجد وعبقرين. نسيت بقى، انا بقالي ساعه عمال الف في ام المكان ده على اي حته كم منها ميه، ومش لاقي ميه ولا اي حاجه. عبقرينو، انت عايز ميه، تعالى اما نجيبها. عندنا ميه كتير يا عبقرين، تعالى خد اللي انت عايزه. ايه الاصوات اللي انا عمال اسمعها دي كمان؟ هو انا دماغي سخنت من السمسه، وجالي طلبه سمسه وبقيت بتهيالي ولا ايه؟
مش تهيئات يا عبقرين، الباب هو، ادخل خد المايه اللي انت عاوزها. اللي بيحصل ده؟ ده صوت عبقرون اخوي. ايه ده؟ ايه المكان المرعب ده؟ شكله عامل كده ليه؟ يا عبقرينو! يا عبقرينو! يا عبقرينو! عبقرينو! ايه المكان ده؟ يا عبقرينو! 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 يا رب ايه المكان ده بس؟ تروحت فين بس يا عبقرينو؟ يا عبقرينو! ايه الرعب ده؟ يا عبقرينو! أخيرا بعد 100 سنة محبوسين جوا غابة الموت هنخرج من هنا. برافو عليكم يا بناتي ان انتوا عرفتوا تضحكوا على الولد ده وتخلوه يدخل جوا غابة الموت عندنا. بس احنا كده يا ماما مش هنعرف نخرج من غابة الموت. احنا عشان نخرج من هنا يا ماما لازم ندخل 3 أرواح مكاننا، واحنا مفيش معانا غير الولد ده بس. يعني كده غابة الموت مش هتسمع غير واحدة مننا احنا الثلاثة بس هي اللي تخرج. ومين قال لكم ان حد فينا احنا الثلاثة اللي هيخرج بس؟ امال ايه يا ماما؟ احنا هنخرج احنا الثلاثة مع بعض من هنا من غابة الموت. ودي هنعملها ازاي دي يا ماما؟ انت نسيتي قواعد غابة الموت ولا ايه؟ لا ما نسيتهاش، وعارفة ان عشان نخرج من هنا لازم ندخل 3 أرواح بني ادمين غابة الموت مكاننا عشان نقدر نخرج من هنا احنا الثلاثة. بس يا ماما اهي. يبقى ازاي هنخرج من هنا احنا الثلاثه؟ الولد ده اكيد ما كانش جاي هنا لوحده، وحتى لو كان جاي هنا لوحده اكيد اهله هيجوا يدوروا عليه. ساعتها احنا هنسحبه وندخله جوه غابه الموت. كده يا ماما هنعرف انا وانتي وهمسه اختي نخرج من غابه الموت. برافو عليكم، انتوا كده فهمتوا اللي في دماغي.
عبقرينو يا عبقرينو. انا زهقت بقى، انا بقالي ساعه بنده وبدور على واد عبقرينو ملوش اي اصل. انت سامعين اللي انا سامعاه ده؟ واضح كده ان في حد دخل غرفه الموت وبينده ويدور على الولد ده. شكلنا كده هنخرج من غابة الموت بسرعة قوي وبكل سهولة من غير تعب. يلا بينا عشان ننفذ خطتنا. جاهزين يا بناتي؟ أنا جاهزة يا ماما، أنا جاهزة يا ماما. أنا زهقت، عبقرينو أصلا شكله ما دخلش البيت ده، أنا دورت في كل حتة ملوش أصل. بس ازاي بس وانا سمع صوت السويت بتاعه جاي من جوه البيت ده؟ انا هروح اقول لبابا بقى هو يدور معايا او يشوف حل بقى للموضوع ده. انت عاوز عبقرين اخوك؟ عبقرين اخوك فوق، اطلع الحق بسرعه. ايه شغل العفاريت ده بقى؟ وايه الاصوات اللي انا عمال اسمعها دي؟ وعبقرين اخويا مين اللي فوق؟ ده انا قلبت على البيت حتة وما لقيتوه. يلا اندال اخوك يجي ينقذك بسرعة. الحقني يا مكت يا اخوي، تعالى انقذنا من فوق بسرعة. عبقرين ده صوت عبقرين اخوي، يبقى عبقرين اخوي فعلا فوق. اتصرفت وجبت ازازه ميه وجيت اهو. عيالك الاثنين بعتهم بقالي ساعه يجيبوا ازازه ميه ولسه لحد دلوقتي ما جوا. هم فعلا اتاخروا قوي يا حاج وما لهمش اي اصل. ماشي اما يجوا لي هم الاثنين بس والله لو اوريهم. بقول لك ايه، انا هحط ميه على العربيه وانت لف كده اركبي حاول تدوري اما نشوفها الدور ولا لا. خلينا نغور بقى من ام المكان ده. حاضر حاضر. بقول لك ايه، دوري كده. حاضر يا حاج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله دارت ايه. اما نشوف بقى اولاد الكلب دول هيجوا امتى. هم كمان خلونا نغور من ام المكان ده. عبقرينو يا عبقرينو، انت فين؟ انا سمعت صوتك بتنادي. يا لا عبقرين، مين اللي عمل فيك كده؟ وانت ايه اللي جابك هنا اصلا؟ حاسب يا مكت يا اخويا حاسب. يا لا عبقرين. ايه ده؟ مين دول؟ المكان. هيكونوا راحوا فين يعني؟ اختفوا هما الاثنين. والله لو اوريهم لما يجوا لي هما الاثنين هاكلهم علقه، علشان هتلاقوهم بيلعبوا في اي حته هنا ولا هنا وسايبيننا كده ملطعين هنا احنا الاثنين. انا خايفه قوي يا حاج لا يكون اللي في بالي حصل. هو ايه ده اللي في بالي؟ انت نسيت كلام الراجل الفلاح لنا ولا ايه يا حاج؟ الفلاح؟ البيت ده كان بتاع راجل غني قوي 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 لحد ما جه في يوم وقتل مرته وبناته الاثنين، ومن يومها وارواحهم بتطارد اي حد يعدي من المنطقه دي وتاخده تخلص عليه، علشان كده اتسمى بغابه الموت. افتكر العيال دي ممكن يكونوا دخلوا غابه الموت؟ ده مش افتكر، ده اكيد يا حاج. العيال من ساعه ما مشوا عشان يدوروا على ميه وهم ما لهمش اي اصل. يا نهار السويد، هو احنا ناقصين نصايب بس يا رب. بقول لك ايه، ادخلي اقعدي في العربيه، ادخلي لحد ما اروح اشوفهم. واجي تروح تشوفهم فين يا حاج؟ جوه في غابه الموت دي. انت بتقول ايه يا حاج؟ انت ما سمعتش الفلاح وهو بيقول ان اللي بيدخل هناك مش بيخرج تاني؟ امال انت عاوزاني اعمل ايه؟ اسيب العيال يروحوا مننا يعني؟ ما احنا مش متاكدين برضه يا حاج هم جوه ولا مش جوه. طالما اختفوا ما عادش ليهم اي اثر كده يبقى اكيد دخلوا المكان ده. انت اقعدي هنا وانا هروح اشوفهم.
لو اتأخرت جوه أكتر من 5 دقايق بلغ الشرطة على طول. حاضر يا حاج حاضر، خد بالك من نفسك. ولا يا ماجد يا عبقرينا، ولا يا ماجد عايز اكلم الشيطان الرجال يا عبقرينا. نجحنا كده، جبنا 3 ارواح عشان نخلص عليهم ونحطهم هنا مكاننا ونخرج احنا بقى وناخد حريتنا. يلا بينا يا بناتي علشان نمسك الروح التالتة. يلا بينا يلا بينا. الصوت ده تنقذ عيالك، تعال من هنا. اللي عمال يحصل ده بقى هو شغل العفاريت اشتغل ولا ايه؟ كده حد 10 دقايق مش 5 دقايق بس، والعيال لسه ما ظهروش ولا هم ولا ابوها. ما بديهاش بقى. الو شرطة النجدة؟ واخيرا هنتحرر ونخرج من غابة الموت. هتتحرروا ولا تقولها؟ انت عاوزين مننا انا وعيالي؟ ما انتوا اللي هتخرجونا من هنا. احنا علشان نخرج من هنا انا وماما واختي لازم نقتل 3 ارواح ونسيبهم مكاننا عشان غابة الموت ترضى تخرجنا من هنا. وانتوا التلات ارواح دول يلا بينا. وصلت المكان، انتظر الجزء الثاني.